أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا هو الدرس 91 من دروس شرح ملحق الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الاثنين الموافقة 9 من شهر صفر 36,400. وأخذنا في يوم أمس الكلام على بقية النواصب التي تنصب المضارع بنفسها، وهي أن أو وهي لن وإذا وكين، هكذا أخذنا الكلام على حتى. لن ماذا يقال لها يا أخانا؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال، وإذا حرف جواب وجزاء ونصب، وكي حرف مصدر، حرف مصدر ونصب، هذا إذا كانت ناصبة، هذا إذا كانت ناصبة. نعم، ماذا يشترط لكي يا أخانا حتى تنصب المضارع؟ أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. أحسنت، فإن لم تسبق باللام فهي حرف جر وتعليل، والمضارع منصوب بأن مضمرة. طيب، هذه الأربع أن ولن وإذا وكي تنصب المضارع بنفسها، وهي النواصب عند البصريين، وعند الكوفيين هذه الأربع والست الباقية كلها تنصب بنفسها، والأرجح هو قول البصريين، الأرجح قول البصريين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واللام حين تبتدي بالكسر، وهي إذا فكرت لام الجر، وهي إذا فكرت لام الجر. قال الشارع رحمه الله: أي وتنصبه أيضا اللام المكسورة، وهي نوعان: لام كي كجئت لأكرمك، ولام الجحود وهي الواقعة بعد كان المنفية، نحو قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فالناصب في الحقيقة أن المقدرة بعدها، واللام داخلة على المصدر المؤول بأن والفعل، فهي لام الجر السابقة، والتقدير جئت لإكرامك كما سبق في حتى. ويجوز إظهار أن بعدها نحو قوله تعالى: وأمرت لأن أكون، ويجب في نحو لئلا يعلم، ولا يجوز في نحو قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. عندنا يا إخواني بارك الله فيكم، اللام تنقسم إلى قسمين: لام التعليل ولام الجحود. لام التعليل ينتصب المضارع بعدها جوازا بأن مضمرة، ينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا، فالإضمار بعد لام التعليل جائز. الإضمار ينقسم إلى قسمين: واجب
وجائز، إضمار واجب وإضمار جائز. إيش معنى إضمار؟ الإضمار ما هو؟ الإخفاء، الخفاء، تكون أن مخفية. وهذا الإخفاء إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. وكيف نعرف الشيء أنه جائز أو واجب؟ كيف نعرف الإضمار أنه جائز أو واجب؟ الجائز الإضمار الجائز هو الذي يجوز فيه الإظهار، يجوز في الإضمار الإظهار. فالإضمار بعد لام التعليل جائز، لأننا نستطيع أن نظهر أن، فنقول جئت لأكرمك. أين أن؟ مضمرة، هكذا بعد لام التعليل. ويصلح أن نقول جئت لأن أكرمك، وعلى هذا جرى كلام العرب. قال الله تعالى وأمرت لأعدل بينكم، هذه اللام لام التعليل. وقال سبحانه في موضع آخر وأمرت لأن أكون، قال عن بعض ماذا يا إخواني رسله وأمرت لأن أكون، فهنا أظهر أن. فلك أن تقول جئت لأكرمك، ولك أن تقول جئت لأن أكرمك، لأن إضمار أن جائز بدليل جواز ماذا؟ ظهورها، جواز ظهورها. والإضمار الواجب هو الذي لا يجوز معه الإظهار بحال من الأحوال، وذلك بعد لام الجحود وبعد حتى وبقية المواضع. فتقول ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى ماذا؟ تنجح. أين أن؟ مضمرة. جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. كيف عرفنا، لو قال قائل كيف عرفنا أن الإضمار هنا واجب؟ ها؟ لا يمكننا الإظهار. فإن قال قائل فأنا أستطيع أن أظهر وأقول ذاكر حتى أن تنجح، ها؟ لم تتكلم به العرب، صحيح. إذن الإضمار الواجب هو الذي التزمت العرب بألا تظهره. الإضمار الواجب هو الذي التزمت العرب بألا تظهره. كيف التزمت العرب يا أخواني؟ أي نعم، لم تتكلم العرب أبدا بإظهار أن بعد حتى أو بعد أو بعد أو بعد لام الجحود إلى آخره. المواضع التي يجب فيها الإضمار لم تتكلم العرب بإظهار ماذا؟ بإظهار أن. فلما التزمت العرب إخفاء أن في هذه المواضع، دل هذا الالتزام على ماذا؟ على وجوب الإخفاء. ولو كان جائزا لأظهروا الحرف الناصب ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. فمن المواضع التي تضمر فيها أن جوازا بعد لام التعليل، بعد لام التعليل، وهي التي يقال لها لام كي، يقال لها لام التعليل ويقال لها لام كي، اسمان. طيب، وهذه اللام هي لام الجر،
هذه اللام لام التعليل لام الجر، وعلى هذا فنقول فيها حرف جر وتعليل. اللام حرف جر وتعليل، فقولنا حرف جر بيان لعملها، وقولنا حرف تعليل بيان لمعناها. واضح؟ جئت لأكرمك، أيش تقدير المصدر؟ جئت لأكرمك، أيش تقدير المصدر المؤول؟ ها؟ لإكرامك، جئت لإكرامك أو لإكرامي إياك. طيب، ولام الجحود، لام الجحود يا إخواني هي اللام التي تسبق بكون منفي، بكون منفي، سواء كان هذا الكون بلفظ ما كان أو بلفظ لم يكن. طيب، تسبق بما كان أو بما لم يكن، ما كان أو لم يكن. وقيل لها لام جحود لأن الجحد معناه النفي، المراد بالجحد هنا النفي مطلقا، وإن كان أصل الجحود، وإن كان ماذا؟ أصل الجحود هو إنكار ما تعلم، الجحود هو نفي ما تعلم لا مطلق النفي. فإذا قال لك قائل هل اليوم أحد؟ تقول أنت لا، اليوم سبت، وأنت تعرف هذا يسمى جحد. إذا أنكرت ما تعرف يسمى ماذا؟ جحدا، كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالجحود هو إنكار ما تعلم، نفي ما تعلم لا مطلق النفي، هذا أصل الاستعمال. ثم توسعوا فيها وصاروا يستعملونها في مطلق النفي، في مطلق ماذا؟ النفي. ولام الجحود هذه أيضا هي لام الجر، حرف ماذا؟ حرف جر تفيد الجحود. كيف نعرف لام الجحود؟ كيف نعرف لام الجحود؟ تسبق بكون منفي. إيش معنى كون منفي؟ يعني بلفظ ما كان أو بلفظ لم يكن، كان أو يكن مسبوقة بنفي، هذا معنى كون منفي. لم يكن الله ليغفر لهم، والآية التي قبلها ما كان الله ليعذبهم، لفظ ما كان أو لم يكن. تقول لم يكن زيد ليكذب، لم يكن زيد ليكذب، وما كان عمرو ليسرق، هذا سمى اللام لام الجحود، لام الجحود. والمصدر المؤول، المصدر المؤول بعد لام الجحود ما إعرابه؟ مجرور، مجرور باللام، مجرور بلام الجحود. واضح؟ والجر والمجرور. الآن مثلا ما كان زيد ليكذب، مثلا كيف نعرب ما كان زيد ليكذب؟ نعم، ما نافية، وكان فعل ماضي ناسخ، نعم، وزيد اسمها، واللام لام الجحود حرف جر يفيد الجحود. طيب،
ويسرق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود والفعل مستتر. والمصدر المؤول في محل جر بلام الجحود لأنها حرف جر. طيب والتقدير ما كان زيد ليسرقه. طيب المصدر المؤول مجرور هكذا، والجار والمجرور أحسن قبل ما نستعجل على المصدر. والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لكان. والتقدير قال النحويون ما كان زيد مريدا للسرقة، فمريدا هو خبر، وللسرقة جار مجرور متعلق بهذا الخبر المحذوف. طيب ما كان زيد مريدا للسرقة، وهكذا على هذا فقس. ما كان زيد ليكذب أو لم يكن زيد ليكذب، لم يكن زيد مريدا للكذب. هذا واضح يا إخواني؟ المصدر مجرور، المصدر مجرور بلام الجحود، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ماذا؟ خبر لكان أو خبر ليكن، هذا على قول من يقول إن اللام جارة، وبعض النحويين يقول إن اللام زائدة، وعلى هذا الجار والمجرور نفسه هو الخبر، ما هو متعلق به. واضح؟ نعم. مريد، اسم فاعل، لم يكن زيد مريدا للسرقة. نعم السرقة فيه. يكون الجر مجرور إذا قلنا إن اللام زائدة، يكون ما كان زيد ليسرق. إذا قلنا جر مجرور اللام ما لها زائدة، الجر المجرور ماذا؟ هو الخبر. أي فعل؟ يعني كأنها زائدة في التعلق، ما تعلق ب بشيء. بارك الله فيكم. على كل اللام حرف جر، وهو قول جمهور النحويين، والقول بأنها زائدة ضعيف. القول بأن اللام هذه زائدة قول ضعيف، وفيه تكلف، فنبقى على أن اللام حرف جر، لام الجحود هذه حرف جر، فهو قول جمهور النحويين وهو صحيح. قال بقي معنا يا إخواني بارك الله فيكم بالنسبة لأحوال أن بعد اللام لها ثلاثة أحوال. أن بعد اللام عموما سواء كانت لام جحود أو لام تعليل لها ثلاثة ماذا؟ أحوال. الحالة الأولى جواز الإضمار بعد ماذا؟
بعد لام التعليل. الحالة الثانية وجوب الإضمار بعد لام الجحود. الحالة الثالثة وجوب الإظهار. وجوب الإظهار متى؟ بعد لام التعليل إذا جاء بعدها لا النافية، لئلا بعد لام التعليل إذا اقترنت ماذا؟ بلا النافية، كالمثال الذي ذكره الشارح، قال ويجب يجب إظهارها في نحو لئلا يعلم. لماذا يجب؟ ها؟ لماذا يجب إظهارها؟ قالوا لئلا يجمع بين لامين، بين لام التعليل ولا النافية، ما سيستقيم اللفظ. إذا حذفنا عن كيف سنقول؟ يصعب هكذا. فهنا يجب، يجب أن تظهر أن، ولا يجوز إضمارها. إذن تحصل عندنا أن لأن بعد اللام كم؟ ثلاثة أحوال. الحالة الأولى جواز الإضمار، يجوز الإضمار ويجوز الإظهار. الحالة الثانية وجوب الإضمار فلا يجوز الإظهار. والحالة الثالثة وجوب ماذا؟ وجوب الإظهار فصلا بين لام التعليل وبين لا النافية. واضح يا إخواننا؟ وقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون، هذه اللام هي ها يسميها بعضهم لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني التقطوه على أن يكون قرة عين فلم يكن، وكان ماذا؟ عدوا وحزنا، يسمونها لام العاقبة. وهذه اللام في الحقيقة هي لام التعليل، في الحقيقة ماذا؟ لام التعليل، وهي نفسها لام الجر، لام الجر ولام التعليل. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يلتقطون لهذه العلة، لهذه العلة ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام التي تسمى لام العاقبة هي بعينها لام التعليل. وحتى لو سميناها لام العاقبة الإضمار بعدها ما له جائز وليس بواجب. والله أعلم، وإلى هنا.